في عام 1822 أصيب شخص اسمه أليكسس مارتن بطلقة نارية من بندقية أحد رفاقه بالخطأ، فحملوه إلى قاعدة عسكرية أمريكية بها جراح اسمه الدكتور ويليام بومنت. لما فحصها الطبيب وجد ثقب كبير في بطنه تسبب بتهشم عضلاته. قام الدكتور ويليام بإخراج الدم من الجرح بسرعة حتى لا يملأ المعدة، وأعطى أليكسس مسهل لكي ينظف معدته. بعد التئام الجرح ظلت هناك فتحة صغيرة يمكن أن ترى من خلالها أعضاء جسم أليكسس الداخلية. وظل ويليام يجري التجارب على أليكسس لمدة 11 سنة، بحيث كان يربط أنواع مختلفة من الطعام بخيط حريري ويطلب من أليكسس أن يبلعها، ثم يحرك ويليام الطعام بالخيط ليرى كيف تتحرك السوائل الهاضمة في داخل المعدة. كان أليكسس يشعر مع التجارب بالضيق، فلاحظ الطبيب أنه مع ضيق أليكسس وألمه تتحرك معدته وجهازه الهضمي بالكامل، فينقبض ويفرز سوائل وأحماض بكميات مختلفة عن المستوى العادي. وكانت تلك نواة لبداية دراسة العلاقة بين المعدة والدماغ وتأثير كل واحد منهم على الآخر. في عام 2016 نشر الدكتور إمران مير، وهو أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والأعصاب في جامعة UCLA، نشر كتاب عنوانه Mind Gut Connection، أي العلاقة بين العقل وبين المعدة والأمعاء اللي يسمونهم guts، وتساءل فيه أسئلة بسيطة لكن إجاباتها مهمة جدا. مثلا، ليش لما تتضايق تشعر بألم في بطنك؟ أو ليش لما تأكل أكل فاسد تشعر بالإحباط والضيق في حياتك؟ وقال إن هناك علاقة غريبة بين العقل وبين المعدة والأمعاء. السؤال الآن، ما طبيعة تلك العلاقة بين الدماغ وباقي أعضاء الجسم؟ تواصل مستمر، والدماغ هو المدير اللي يستلم التقارير، تقارير الموظفين اللي هم أعضاء الجسم في هذه الحالة، وبعدين يرسل التعليمات أو إشارات لتلك الأعضاء حتى تعرف كيف تتصرف. لكن اللي يخلي علاقة الدماغ بالمعدة علاقة خاصة هي أن المعدة تقوم بالتصرف أحياناً بنفسها، تكون مستقلة وتؤثر هالتصرفات على الدماغ مباشرة. ولكن السؤال هو كيف ولماذا يحدث ذلك؟ المعدة والأمعاء أو اختصاراً الغتس، العلماء يسمونها The Second Brain أو الدماغ الثاني. تعرفون ليش؟ لأن هذه المنطقة تملك القدرة أنها تعمل بمفردها من دون الرجوع للدماغ في حالات كثيرة، وتحوي نظاماً عصبياً خاصاً يسمونه Enteric Nervous System. هذا النظام فيه عدد هائل من الخلايا العصبية يصل إلى 100 مليون خلية، تصوروا. من أهم مكونات الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام هي الميكروبات، والسؤال الآن هو ما هي الميكروبات؟ هي كائنات حية متناهية في الصغر لا ترى إلا بالمجهر، وتنقسم إلى 4 أقسام: البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، والكائنات الأولية أو بروتوزوا. هذه الميكروبات موجودة في كل مكان حولنا، في الهواء والرمال والحيوانات وفي أجسامنا كذلك، وهي ضرورية، وخاصة البكتيريا النافعة اللي تسمى بروبيوتيك، الموجودة في الروب والجبن. وكلما زادت نسبة هذه البكتيريا في المعدة زادت مناعة الجهاز الهضمي. العلماء أرادوا معرفة تأثير الميكروبات على الدماغ، وهل حقا تساعد هالميكروبات على تحسين الحالة النفسية للكائنات الحية أم لا؟ وبما أن هالميكروبات موجودة أيضا في أمعاء الحيوانات، فقام العلماء بتجربة على الفئران والقرود والأحصنة عن طريق تعديل جيناتهم وخلق أجيال من الحيوانات بدون أي ميكروبات. فشو اللي صار؟ قاموا بتهيئة بيئة معقمة تماماً وخالية من أي مظهر من مظاهر الحياة الميكروبية، ثم قاموا بعزل الحيوانات في تلك البيئة وأطعامهم طعام معالج وخالي من أي ميكروبات. فشو لاحظوا؟ لاحظوا بأن الحيوانات بدأت تصير عصبية ومتوترة كلما نمت أدمغتها أكثر. ستيفن كولينز، عالم متخصص بالجهاز الهضمي في جامعة ماكماستر في كندا، قام بزراعة مجموعة من الميكروبات في معدة بعض الفئران، واختار الفئران بالذات لأنها تشترك مع الإنسان في الكثير من الصفات، منها أن بعضهم يكون منطوي والبعض يكون اجتماعي. وفي التجربة
قام بزراعة ميكروبات من فأر اجتماعي في معدة فأر منطوي، فتحول سلوك الفأر المنطوي وأصبح اجتماعياً بعد أن كان متوتراً. تصوروا، حصل هذا التغيير في الحالة النفسية للفأر فقط بتغيير نوع البكتيريا في داخل معدته. هذه التغيرات في سلوك الحيوانات خلت العلماء يدركون شيء وايد مهم، ألا وهو أن المعدة فيها ميكروبات تفرز ناقلات عصبية تنتقل للدماغ وبالتالي تؤثر على سلوك الكائن الحي. وربطوا بين هذه التجربة وبين ما تم إثباته بالأبحاث من قبل أن هناك نوع من الميكروبات تفرز ناقل عصبي يسمى اختصاراً جابا، وهو مسؤول عن تقليل الإحساس بالتوتر لأنه يقلل استثارة الخلايا العصبية. ولما الإنسان يأخذ المهدئات مثل الزناكس والفاليوم تقوم هذه الأدوية بتقليد هذا التأثير في الإنسان اللي عنده نسب منخفضة من ذلك الناقل العصبي. وللتأكد من دقة ما ذكرناه قبل قليل، قامت الدكتورة كيرستن تاليش من جامعة UCLA بتجربة على 36 سيدة، قسمتهم إلى 3 مجموعات، هذه المجموعة الأولى وهذه الثانية تلك الثالثة. شو اللي صار؟ المجموعة الأولى عطتهم مأكولات تحتوي على روب أو زبادي غني ببكتيريا اسمها اختصاراً بي لاكتس، وهي بكتيريا نافعة للمعدة. أما المجموعة الثانية فخلتهم يأكلون روب عادي ما فيه هذه البكتيريا. المجموعة الثالثة أكلهم ما كان فيه أي نوع من أنواع الروب. بعد 4 أسابيع صورت أدمغتهم بالإمراي وعملت لهم عدة اختبارات سلوكية، فاكتشفت بأن الفريق الأول اللي تغذى على روب فيه بروبيوتك أو بكتيريا نافعة أصبحوا أكثر هدوءاً. هل تعرفون أن 95% من إفراز السيروتونين في الجسم اللي يسمونه هرمون السعادة يأتي من المعدة؟ هذا الناقل العصبي تجاوزاً يسمى هرمون، إذا ارتفع في داخل الجسم يصاب الإنسان بالهلع أو الأنكزايتي، وإذا انخفض يصاب بالاكتئاب أو الدبريشن، ولكن إذا اعتدل مستواه في داخل الجسم يصبح الإنسان سعيداً. أيضاً من المعدة تفرز مادة سحرية أخرى اسمها دوبامين اللي يسمونه هرمون المتعة. هذه المادة تفرز في أجسامنا لما نأكل شيء حلو أو لما يسوي الإنسان شيء يشعره بالمتعة، واختلال مستوى الدوبامين في داخل الجسم يؤدي إلى فصام الشخصية اللي يسمونه سكيزوفرينيا أو فقدان القدرة على التمتع بالحياة. عرفتوا الآن دور المعدة في التأثير على الدماغ وبالتالي على النفسية؟ بين الدماغ والمعدة اتصال عصبي عن طريق عصب يدعى فاغس نيرف، تخيلوه كطريق سريع ذو اتجاهين ينقل المعلومات والناقلات العصبية من الدماغ إلى المعدة وبالعكس طوال الوقت. هذا العصب يلعب دور رئيس في حياتنا، ولذلك في تمارين اليوغا يعلمونا أهمية هذا العصب وكيف نستخدمه في الشفاء الذاتي. هل فكرتم ليش أحياناً نشعر بسعادة كبيرة بعد أكل وجبة لذيذة؟ خل أقولكم ليش. لما تتم عملية الهضم في المعدة يتم إفراز السيروتونين اللي ينتقل إلى الدماغ عن طريق الفاغس نيرف، لكن هناك بعض أنواع الأكل اللي تزيد أو أحسن خلينا نقول تعادل إفراز السيروتونين في داخل الجسم، مثل سمك السالمون والأناناس والمكسرات وغيرها. ولهذا يعتقد العلماء أن ما نأكله يؤثر على المدى البعيد على مستوى السيروتونين في أجسامنا وبالتالي على شعورنا بالسعادة أو الاكتئاب. هل تتخيلون أن طفولتنا قد تؤثر في جهازنا الهضمي؟ يقول الدكتور إمران في كتابه Mind Gut Connection أن زارت مرة مريضة اسمها جينيفر تشتكي من آلام في معدتها وتعاني من القولون العصبي طول عمرها، وهو مرض يعاني منه تقريباً 15% من سكان العالم، ولكن آلام جينيفر صارت لا تطاق. وهنا سألها الدكتور إمران، هل تمتعتي بالطفولة سعيدة؟ اكتشف الطبيب أن جينيفر كانت تعاني نفسياً منذ طفولتها، لأن والدتها لما كانت حامل فيها درت بمرض أمها بالسرطان مما أثر على نفسيتها وبالتالي على نفسية جنينها أي على جينيفر. وفي سن 8 انفصل والداها ثم خاضا معركة طاحنة على حضانتها. هذه الأحداث والطفولة التعيسة دفعت الدكتور إمران أن يصف لها شيء اسمه العلاج السلوكي الإدراكي أو Cognitive Behavioral Therapy اللي يسمونه اختصاراً CBT، إلى جانب أن قالها
أن عليها أن تأكل أكل فيه بكتيريا نافعة وتعمل حمية غذائية معينة. وبعد 6 شهور انخفضت آلام جينيفر إلى النصف، تصوروا إلى النصف، وقلت نوبات الألم اللي كانت تأتيها بشكل مستمر. لكن السؤال الآن، ما هو السي بي تي؟ حد بيقول طيب شو دخل السي بي تي في موضوع الحلقة؟ هذا هو الدماغ وهذه هي المعدة. الدماغ عنده ما يسميه دكتور إمران عملاء أو إيجنت، بس وين؟ في داخل المعدة، يعني مثل الجواسيس. فلما الإنسان يصيبه الهلع يتوقف التواصل بين الدماغ وبين المعدة، فشو اللي يصير؟ ينشط هؤلاء العملاء ويتصرفون بناء على البرمجة اللي حطها فيهم الدماغ. لذلك لما الإنسان يروح عند أخصائي سي بي تي ويساعد أنه هو يغير أفكاره وتصوراته، فأنه في الحقيقة قاعد يحط له أفكار وتصورات إيجابية في داخل دماغه. الآن شو اللي يصير؟ هؤلاء العملاء يستوعبون هذه الأفكار، ووقت المشكلة لما يكون هناك انقطاع بين الدماغ وبين المعدة، هالعملاء يستطيعون أنهم يخلون المعدة متماسكة ومستقرة. هناك تجربة غريبة قام بها الدكتور إمران، حيث قام بعزل أطفال فئران 3 ساعات يومياً عن أمهاتهم في أول أسبوع من حياتهم، وكانت المفاجأة هي إصابة هؤلاء الفئران لاحقاً بعوارض شبيهة جداً بأعراض القولون العصبي. وهنا تأكد بأن الطفولة المضطربة تؤثر على الدماغ والمعدة معاً. السؤال الآن هو ما الحل؟ الحل أن الواحد يقلل من استهلاك الدهون الحيوانية اللي موجودة في الأطعمة المصنعة، لأن المعدة غير مؤهلة لاستيعاب هذا الطعام، ويستخدم أو يتناول الأكل الأورجانيك اللي يسمونه العضوي، لأن ما فيه هذه المواد المصنعة. وأيضا أن يضيف إلى غذائه الأكل اللي فيه بروبيوتكس أو البكتيريا المفيدة اللي موجودة في الروب مثل ما قلنا، والجبن والمخللات والكاكاو، أو أن يأخذ حبوب من الصيدلية. لكن كقاعدة أن الواحد يأكل هذا كله بشكل طبيعي أفضل دائما من الأدوية. الصوم أيضا يخلق توازن ميكروبي في داخل المعدة. وهناك شيء آخر وايد مهم، ألا وهو أن إحنا لازم ما نأكل وإحنا زعلانين أو معصبين. تعرفون ليش؟ لأن وقت الغضب تفرز ناقلات عصبية في داخل الجسم مرتبطة بالتوتر. فشو اللي يصير؟ هذه الناقلات تعرقل عمل المعدة وتبطئ الهضم وتخليه صعب. في السنة الماضية زرت مستشفى UCLA في لوس أنجلوس لأني كنت أعاني من المعدة، وبعد الفحوصات قال الطبيب بأني سليم تماماً، ما عندي أي مشكلة، ولكن قال لي عندك ارتباط قوي جداً بين الدماغ وبين المعدة، ونصحني بشيئين. الشيء الأول أني أغير من نظامي الغذائي، والشيء الثاني أني أشوف خبير سي بي تي. عملت الاثنين، وبعد أقل من عام قلت يا معقولة؟ كنت أعيش حياة متعبة ومرهقة من دون ما أشعر بأن التغيير ممكن وسهل، لكنه يحتاج إلى فهم أولاً ثم التزام. ولهذا قلت لازم أسوي هذه الحلقة لأنها تمثل تجربة شخصية بالنسبة لي. باختصار اكتشفت بأن أحد أهم أسرار السعادة هو أن يختار الإنسان أكله بعناية فائقة. لحظة الكشف البعيد، بها تنكشف الطريق.